الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. گزارش یہ کہ جڑے دور بیٹھے ہو برائے مہربانی ممبر دے نزدیک تشریف لے آؤ، کیونکہ مجلس دا آغاز ہو چکا. برائے مہربانی نوجوان آدمی کے تشریف لے آؤ بھائی، مہربانی کرو. بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت، زندہ آباد. یزیدیت، مردہ آباد. بلند تر صلوات. ہن جناب نے سامنے جناب مولانا فیصل آباد صاحب تلاوت حدیث کے ساتھ فرمائے سن. ذاکر جناب علی رضا قیصر، گزارش کر سکے وہ ممبر تے تشریف لے آؤ جو، کیونکہ مجلس کا آغاز ہو چکا. مہربانی کر کے جلدی جلدی ممبر تے تشریف لے آؤ. صلوات پی جی محمد و آل محمد کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال سلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک سلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ فصرت انظر الیہ اذا وجہ یطلعہ اللہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي وقد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قره عيني ويا ثمره فؤادي فقال لا يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جدي رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء فدنا الحسین ناو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ عطاز لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاز لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لہوی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ اتاز لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء او اما بيده اليمنى الى السماء قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لمحهم لمحي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم ودون لمن اعادهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم اهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي اتاز لي ان اهبط الى الارض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فعابت الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا أحبارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأعتاز لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذین بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محافل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبيا
واستفانی برسالت نجیہ ما ذکرہ خبرنا حوز فی معافل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا فرج اللہ ہم ولا مغموم الا وکشف اللہ غم ولا طالب حاجت الا وقض اللہ حاجت فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازو وسعدو فی الدنیا والآخرات ورب الکعبہ صلوات اللہ نعرہ تک